صديقي وأخي معالي الوزير كونستانتينوس كومبوس في زيارته إلى القاهرة تجمعنا في الحقيقة علاقة قوية على المستوى المهني والمستوى الشخصي، وأسعد بكل مناسبة تجمعنا. زرته في نيكوسيا منذ زمن قريب، والآن الوزير هنا في مصر، وهذا يؤكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهم، التواصل المستمر بين فخامة الرئيسين والعمل المستمر فيما بين أجهزة الدولتين لتعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. العلاقة تطورت فيما بين مصر وقبرص لتصبح علاقة استراتيجية حقيقية، يراعي كل طرف مصالح الطرف الآخر بشكل أكيد ووثيق، ونعمل على إيجاد مجالات للتعاون وفرص لتنمية العلاقات بشكل مستمر. مباحثاتنا المنفردة اليوم تركزت بالتأكيد على العلاقات الثنائية، استعراض كل أوجه التعاون، تحديد المجالات اللي تحتاج منا مزيد من المتابعة وحتى نصل إلى النتائج المرجوة. أيضا التطلع لتحديد موعد إن شاء الله قريب لعقد اللجنة الحكومية العليا على مستوى الرئيسين لإعطاء قوة دفع جديدة، وبالتأكيد لابد من الإعداد الجيد لهذه المناسبة. كما تجمعنا علاقة ثلاثية فيما بين مصر وقبرص واليونان، أيضا نتطلع إلى تحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب والتحضير الجيد لها. فسواء على المستوى الثنائي أو المستوى الثلاثي، فهناك إرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ولنا رؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأيضا إزاء القضايا الإقليمية التي نتعامل معها من خلال التنسيق والرؤية المشتركة اللي تجمعنا. وقعنا منذ قليل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية في قبرص، مجال مهم يفتح ويؤكد العلاقة الوثيقة اللي تربط بين البلدين، وأيضا التكامل القائم فيما بينهما، بحيث تستطيع العمالة المصرية أن تعمل في المجالات التي وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، وبالتأكيد له عوائد أيضا اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر. سوف نستمر في مباحثاتنا خلال الغداء. طبعا تركزت مباحثاتنا أيضا المنفردة والموسعة فيما يتعلق بالحرب على غزة، المطالبة بأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، ضرورة عدم محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وتناولنا الجهود المبذولة من قبل قبرص، جهود مشكورة لتوفير مساعدات عبر الوسائل الملاحية، وذلك كدعم إضافي لدخول المساعدات، مع التقدير بأهمية المعابر البرية. ولكن كما عربنا من قبل، فنحن ندعم كل الجهود المبذولة ونشكر قبرص على جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. لدينا كثير من القضايا الإقليمية، وانتهز هذه الفرصة أيضا لأتوجه بالشكر لمعالي الوزير ولقبرص على المساندة الدائمة لها لمصر في إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي. كان دور قبرص جوهري في عملية التفاوض على الارتقاء بالعلاقة إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد الحزمة المالية المتصلة بذلك. وتستمر قبرص في دعم توجهات مصر في إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وأيضا نقل إلى المفوضية وإلى الدول الأعضاء
بحكم معرفة قبرص بظروف المنطقة والتحديات التي تواجهنا وهي تحديات مشتركة، لتنقل إلى الإطار الأوروبي كل هذه الأمور وضرورة مراعاتها في إطار بلورة العلاقات المصرية الأوروبية. فكان لهذا دور حيوي، بشكر معالي الوزير عليه. نستمر في التنسيق وتناول القضايا والتحديات المشتركة، سواء اتصالا بالقضايا قضية الوضع في ليبيا، في السودان، في سوريا، الوضع في البحر الأحمر والتحديات المترتبة، اتصالا بالملاحة الدولية، وهذا له تأثير ما يحدث الآن في البحر الأحمر على مصر وعلى قبرص، وننسق فيما بيننا لكيفية احتواء هذه التداعيات والعمل على تجاوز أثرها. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وسعيد بهذه الفرصة للقائه، وأتمنى له إقامة طيبة وأن نوفي ببعض الكرم اللي دائما نحظى به عندما نكون معه في نيكوسيا. شكرا، تفضل.